بكم إلى موجز الأهم الأنباء. أفاد مدير مستشفى تراجن المكلف العالم جنيجي بأن الحصيلة النهائية للهجوم على اللواء العاشر قتيل و12 جريحا. وأوضح العالم للنبانة من بين الجرحى معاون اللواء جمعة ثابت وهو مصاب إصابة بليغة، نافيا خبر اختطافه من قبل العصابات التشادية. هذا وبين مدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى تراجن صالح معيوف للنبأ بأن القتيل هو خالد مسعود رحومة أحد أفراد لواء العاشر من بلدة الشاطئ. من جهته أكد عميد بلدية تراجن عبد السلام شنجلا مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر هجوم مجموعات مسلحة تشادية على مقر اللواء العاشر في محيط البلدية فجر اليوم. شنجلا في تصريح للنبأ ذكر أن المعارضة التشادية اشتبكت مع قوات اللواء العاشر لساعات. العميد أوضح أن المعارضة انسحبت من المدينة واختطفت مجموعة من الأشخاص في حين تلاحق القوات العسكرية في المدينة المعارضة التشادية الآن. دانت منظمة الصحة العالمية الهجوم المسلح الذي استهدف مستشفى الجلاء في بنغازي، وحذرت المنظمة في بيانها من خطورة مثل هذه الأعمال التي تكررت أكثر من مرة والتي ترهب المرضى والعاملين وتحدث أضرارا بمبنى المستشفى، ما من شأنه أن يؤدي إلى توقف هذا المرفق عن العمل ويؤدي إلى زيادة أضعاف النظام الصحي. وحثت المنظمة في متن بيانها جميع الأطراف على التقيد بالقانون الدولي وتقديم المسؤولين عن مثل هذه الأعمال للعدالة. طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور. وتضمنت رسالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الدين السايح الأربعاء على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل ما يلزم لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور. قال مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي إن مضمون المؤتمر الجامع المزمع عقده العام المقبل ضمن الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية هو حضور جميع الأطراف دون إقصاء أو استثناء وتشجيعهم للمشاركة دون حساسيات أو استثناءات. الجمالي وفي تصريح خاص للنبأ قال إن الهجوم على وزارة الخارجية الليبية هو عمل يقصد به إرهاب الشعب الليبي وترويعه، إضافة لإيهام الناس بعد استقرار الأوضاع الأمنية بحسب وصفه، مشيرا إلى العمليات الإرهابية تضرب جميع دول العالم. ختام الموجز للقاء.